صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صوت خلي سعد. صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم يا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. إن تمسي منكسر اللواء ملقا على وجه الرمول فلقد قتلت مبرأ عن كل عيب بالقتيل. يهدى لك الذكر الجميل على الزمان المستطيل. من أبرز الظواهر في واقعة الطف أن الأدب العربي لعب فيها دورا كبيرا في تعميق المفاهيم التي كانت هدف من أهداف واقعة الطف. لتوضيح الفكرة، لا شك أن الأحداث التي حدثت في واقعة الطف دعا أئمة أهل البيت إلى تسجيلها بالشعر، وطبعا الشعر تاريخ ثاني. احنا نعرف الكلمة المعروفة الشعر ديوان العرب. هذا المظهر من مظاهر او هالنمط او سميها المنهج في التعبير، زين، هذا لعب دورا كبيرا في واقعة الطف على مختلف الابعاد، والأئمة حاولوا بكل صورة تغذية هالجانب، يعني استخدام الشعر كوسيلة للتعبير عن أحداث الطف. لماذا؟ شنو السبب؟ سيمر علينا كيف أن الأئمة دعوا شعراء الشيعة إلى تبني الواقعة، لكن خلينا نشتقت نشوف الهدف من وراء هذا ما هو. طبعا احنا نعرف أن الشعر طاقة، وهذه الطاقة كانت وما تزال، يعني انت الان لما تجي الى تاريخ العرب تجد ان الشعر لعب دورا كبيرا في حضارتهم، وقد تقول ان هذا شيء منتزع من نفس البيئة اللي عاشوها العرب، لان العرب عاشوا في بيئة تقوم على قتل وقتال وتفاخر، واحتاجوا الى ألسنة معبرة، وباعتبار ان الادب وسيلة تعبير سريعة تتلقفها الجماهير فكان هو وسيلة التعبير. لا، مو الشكل، بدليل اننا نرى الشعر يلعب دوره في الحضارة الاوروبية ايضا حتى الان. الان في حضارة اوروبا الشاعر الى قيمته يلعب دور كبير. الان كثير من الشعراء استطاعوا تخليد ثورات بكاملها، كثير من الشعراء في تاريخ اوروبا بقسميها الشرق والغرب، يعني مو اوروبا الغربية فقط، لا، حتى اوروبا الشرقية الشاعر يلعب دور كبير. شاعر يعتبر مؤشر من مؤشرات الثقافة العالية ايضا. الشعر الى دورة والى دوية والى اثار على الجماهير في مختلف الابعاد وعلى امتداد التاريخ. اذا المسألة مو ظاهرة افرزتها الحضارة العربية باعتبارهم عاشوا بالصحراء وقامت حياتهم الاجتماعية على قتل وقتال، واضطروا الى التفاخر، واضطروا الى ابراز الهدير وابراز القوة، والهدير والقوة لا يوجد لها مظهر أفخم من مظهر الشعر كما يقول البعض. لا، مو هذا الهدف، لا بالعكس. يبدو أن الشعر
سجل يضغط الفكرة ضغط كافي ويقدمها نموذج مصغر سهل على الذهن أن يلتهمها ويحتفظ بها، ويلعب دور بارز بالدعاية لترسيخ المفاهيم والعقائد. لذلك وجدنا أهل البيت يستهدفون شعراء الشيعة ويجتمعون بهم ويوعزون إلهم بتسجيل واقعة الطف وباستعراض ما جرى لأهل البيت. ليش؟ أعيد للسؤال حتى نشوف الجواب عليه شنو. لأن قلت لك أن الشعر وسيلة من الوسائل الفعالة مهمة جدا، ولذلك نلاحظ أن الإسلام وقف من الشعراء اللي استخدموا هالطاقة الكبيرة ضد الإسلام، وقف منهم موقف سلبي، وبالعكس وقف موقف إيجابي غاية بالرفعة من الشعراء الذين سخروا فكرهم لخدمة الإسلام. لاحظنا احنا نعرف أن الشعر استخدم أول ما استخدم كوسيلة من وسائل الترفيه عن النفس. يعني احنا نعرف أن الشعر أول ما ظهر هو مثل ما الإنسان إذا خلى إلى نفسه وإذا خلى له الجو وارتاح واستأنس قد يعبر عن أحاسيسه بشيء من الترانيم. زين، الشعر أولا لعب هالدور، فد وسيلة ترنيم يلجأ إليها الإنسان في ساعة استراحته أو في ساعة لهوه أو لعبه. ثم تطور أخذ أبعاد مختلفة. بعد من الأبعاد اتخذ الشعر وسيلة ارتزاق. مثلا احنا نلاحظ على امتداد التاريخ ان بعض الشعراء اتخذوا من الشعر وسيلة ارتزاق، وقاموا في سبيل وسيلة الارتزاق هذه للحصول على الرزق ما يهمهم ان يقلبوا الحق باطلا او يقلبوا الباطل حقا او يعتدوا على الاعراض والكرامات او يشتموا او الى اخره. زين، وشفنا نماذج من هؤلاء ممن اتخذ من الشعر وسيلة ارتزاق، وصل به الامر الى ان يقول يوقف مثلا واحد الى سيف الدولة يقول له لو كان علمك بالاله مقسما بالخلق ما بعث الاله رسولا، او كان لفظك فيهم ما أنزل التوراة والفرقان والإنجيل. بطبيعة الحال هذا النمط أنا ما أقدر أعده على نفس المستوى ويا ابن هاني الأندلسي، لما يوقف ابن هاني الأندلسي يمدح الخليفة الفاطمي يقول وعلى أمير المؤمنين غمامة رفعت، وعلى أمير المؤمنين غمامة رفعت تظلل تاجه تظليلا، نهضت بثقل الدر ضعف نسجه وجرت عليه عسجدا مطلولا، أمديرها من حيث دار لشد ما زاحمت عند ركابه جبريلا، زحمت مناكبه الجبال فأعلنت شرفاتها التكبير والتهليلا. طبعا هذا اللون من الحرارة والأداء العاطفي المتقن ما أقدر أتهمه بالارتزاق لأن واضح عليه الصدق، هذا جاي عن عقيدة، لأن هذا كان يعتقد بأن هؤلاء أئمة. فمن هالمنطلق من منطلق العقيدة وحرارة العقيدة تلمح أن هذا رجل يقول الصدق حتى لو بالغ. أفرض أني مفاهيم ما أقبلها، مضامين بالشعر ما أقبلها، أقول أن هذا مغالي، لكن من ناحية مبدئية أعرف أن هذا الرجل البعث إلى مبدأ مو البعث إلى ارتزاق. لكن لما أسمع واحد يوقف إلى الرشيد يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، إن أخلف الغيث لم تخلف مخائله، أو ضاق شيء ذكرناه فيتسع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. طبعا هالنمط أعرف أنا نمط تبدو علي نبرة الارتزاق ويبدو علي الفناء، فناء الشخصية في سبيل الحطام الزائل المؤقت. ما أكبره ولا أحترمه لأن لون من الفكر المرتزق الرخيص اللي يمشي في ركاب الجبابرة.